باسم عودة أفضل وزير تموين شافته مصر في تاريخه، واللي كانوا بيطلقوا عليه وزير الغلابة. النهاردة صدر قرار ومحبوس أصلا بإدراجه وأربعة آخرين على القائمة الرسمية للإرهاب. ليه؟ أيوة عمل إيه يعني؟ خلونا بس بالعقل يا جماعة. إخواني، حتى لو إخواني، عمل إيه؟ ما هو أنت محبوس عندك، ده معتقل، ولا زيارات ولا دياولة. ماذا فعل بس عشان تعرف؟ مفيش قانون، مفيش قانون في البلد. وبعدين أنت ما تقعدش في بيتك تقول إيه؟ أنا مالناش دعوة بس، أصل الدور جاي عليك أنت. ده بس المعودة اللي مدرجينه إرهابي، الراجل اللي مسك وزارة التموين ومسكها بحق وحقيقي، وينزل ويتكلم مع الناس ويشوف مشاكلهم ويدخل المخابز، يدخل الفران ويجادل أصحاب الفران، ويقف يوزع عيش بنفسه، يراقب العيش في حياة مصر عشوائية، وتقف ست عادية تجادل معاه ربع ساعة عن الأسعار ويرد عليها ويكلمها بكل أدب. عندي حلم بجودة المنتج التمويني اللي يوصل إيد كل مواطن، وعليه شعار وزارة التموين اللي أنا نفسي أحطه فيهم يعني قبل ما أمشي من الوزارة، أفضل منتج لأكرم شعب إن شاء الله يتحقق.